اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الاكل النهارده صحي. احنا كاتبين على باب التلاجه يوم في الاسبوع اختاريه انت حسب رغبه ولادك، حسب الظروف العائليه، بيبقى الاكل صحي ما فيهوش لا زبده ولا سمنه ولا دهون ولا الحاجات اللي ممكن تؤدي لدسامه وزياده وزن. ونقول لك الوقايه خير من العلاج. النهارده معانا فراخ مشويه بالزبادي، حلوه قوي، هنعملها مع بعض ازاي، وخاصه الزبادي له قواعد كده في الطهي عشان ما يفرطش مننا ويبرغل مننا. معانا طبق رز جامد جدا بشاري البصل الاخضر الجميله الحلوه، الشتاء بيجي الخير معاه، بصل اخضر وخص بلدي، وبنشوفه موجود على العربيه في قلب الشوارع كده. فانا معايا بصل اخضر النهارده، هعمل طبق رز جامد جدا في كل العناصر الغذائيه بالفليفر والطعم التاني. معانا سلطه البطاطس بالكرفس، ازاي نعمل البطاطس غير مقلي وغير مشوي، نعملها سلطه بالكرفس مع بعض التوابل اللطيفه اللي اولادك هيحبوها. في تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، والاكل صحي والوقايه خير من العلاج. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه التفاصيل لعمل اكل صحي بطريقه بسيطه وسهله بدون تكلفه، وهتعملي برضو اكل صحي يناسب الصغير والكبير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل الحلقه، الاكل فيها صحي النهارده. ودايما بيسالونا على السوشيال ميديا، يا شيف مغازة انا بيبقى نفسي اكل فراخ مشويه، بس الفراخ يعني اعملها ازاي بطريقه صحيه؟ انا هقول لك على فكره حلوه، الفرخه بتشتريها عادي من عند الراجل الفرارجي، ودايما يقول لك صدور الفراخ ما بيبقاش لها طعم. انا معاكي انك انت لما تعملي اكل صحي لازم يبقى جواكي عزيمه، جواكي قاعده. القاعده بتقول ايه والعزيمه بتقول ايه؟ بتقول ان انا ممكن اكل اي اكل انا نفسي فيه ولكن اكله بطريقه صحيه. معانا الاخراج الجميل وفريق العمل، مقادير الفراخ المشويه بالزبادي بطريقه صحيه لطيفه وبسيطه وسهله على الشاشه. معانا فرخه او جوز فراخ حسب عدد افراد الاسره، ومعانا طبعا من التوابل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها اللطيفه البسيطه السهله، ونحط في الاعتبار كمان بصل اخضر، ومعانا توم، ومعانا كل حاجه حضراتكم شايفينها على الشاشه من التوابل اللطيفه البسيطه السهله. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بدون تكلفه. هناخد الفرخه السليمه الحلوه دي كده اساسا نقطعها مع بعض نصين او نقطعها اربع ارباع حسب عدد افراد الاسره. سكينه حاميه، ناخد الفرخه الحلوه دي كده، وزنها تقيل قوي على فكره، دي تعمل كيلو ونص صافي اهو. دايما انا بقول لك تغسلي الفرخه وهي سليمه افضل حاجه. انا ضد ان احنا نجيب فراخ او لحمه بعد ما نقطعها نعملها مثلا شيش طاووق، او ان احنا نجيبها نقطعها نعملها مشوي، او هنعملها صينيه بالبطاطس، انك تحطها تحت الميه السخنه وتقعدي تغسلي فيها بتلاقي الفراخ لونها اتغير ومبقاش شكلها وحش. على فكره لو غسلت الفراخ او اللحوم بميه سخنه بتبقى زفره، ما بتبقاش حلوه. يعني تحط في الاعتبار، اوعى تفتكر انك لما تغسلي الفراخ بميه سخنه هتبقى مش زفره، لا بالعكس. فرخه اهي انا غسلتها بالشكل ده كده، بشيل السلسله دي كده اللي عامله لنا مشكله، دايما بيبقى فيها دم بعد الفراخ ما بتستوي. اخدها بالشكل ده كده اهي، السلسله دي زي ما هي كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، بحطها هنا في الميه اه، باخد الشوربه بتاعتها اه، واخد حته الدهنه الحلوه دي كده هنا. المطاعم الكبيره والفنادق الكبيره بتعمل ايه؟ بتجيب حله كبيره الستيم بالكبير ده كده، في منه كهرباء وفي منه طبعا بيبقى حجم كبير، ويتجاب الدوبريه بتاع اللحم، الفراخ، البصل، الطماطم، بواقي الخضار، كل ده يتحط في الستيم ده ويتحط على النار لمده 3 4 ساعات، يطلع منه اي الديبجلاس بتاعه او الصوص بتاعه او الجوس بتاعه. ده كله الدوبريه ده بيدينا فليفر جامد جدا وتست عالي جدا في كل الاطباق بتاعتنا. زي ما انا شغال كده بالحجم الصغير ده كده الفرخه اهي، ببدا ان انا افتح كده السلسله، وعندك الصدر بالشكل ده كده، وتيجي عند الجناح كده تضربها بالسكينه ضربه عشان الدم يطلع منها. شيف مغازي ما تضيعش وقتك، كل ده احنا عارفينه، خش في المهم. انت هتعملها مشوي بالزبادي ازاي؟ اشيل دي كمان اخليها هنا،
انا من الاخر عايز شويه شوربه حلوين هعمل بيهم الرز. فانا باخد حاجات الفرخه اذا كانت السلسله او الجوانح بالشكل ده كده. الفرخه اهيت معايا زي الفل. تعالوا نتبلها بالزبادي. نتبلها بالزبادي ازاي واحنا مع بعض؟ مشكله الزبادي يا شيف مغازي بيفرط مننا لما نيجي نستخدمه في المطبخ او نستخدمه في النار. نعمل ايه؟ معانا الزبادي، ونشتري طبعا الزبادي اللي هو قليل الدسمة، بلاش الزبادي كامل الدسم، ده موجود معانا اهو. الزبادي ده علشان ما يفرطش مننا هنعمل حركة لطيفة قوي. بنحط معلقة دقيق صغيرة كده، شفت معلقة الدقيق دي مهمة جدا اهي، في قلب الزبادي. شوية الملح التمام، شوية الثوم الطازة على الزبادي. حلو قوي. بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ حبهان ماشي، فلفل اسود، بابريكا، كركم، حط البهارات اللي انت حبها. البهارات مفيش مشكلة منها خالص مع الاكل ريجيم. ده في قلب الزبادي. حلو قوي. الزبادي هنا طعمه اتغير. الزبادي يحب الزعتر؟ لا. فلفل اسود زي الفل. هقلب كل ده مع بعضه مع قليل من زيت الزيتون، مع قليل من زيت الزيتون بالشكل ده كده. فراخ بطعم جديد، في ليفر جديد، حاجه حلوه زي الفل. احط الفراخ بتاعتي في قلب الخلطه دي بعد ما اتبلها كده اهو. الزبادي لونه اتغير. وجود معلقه دقيق هنا بتعمل ربط لجزيئات الزبادي او ان هو ما يبرغلش منك او يفرط منك، ده الطبيعي. طبخه اللبن اذا كنا بنعمل لبن امه او شكريه او كبه باللبن اللي هي كبيبه باللبن من المطبخ اللبناني او كوسه باللبن، لازم نحط معلقه نيشه او معلقه دقيق مع اللبن وهو بيغلى على النار عشان ما يفرطش مننا. نقلب الزبادي كويس بالتتبيله الحلوه دي كده، وناخد الجزء الفراخ الحلوين دول، اللهم صل على النبي، ونحط الفرخه هنا كده اهو. الله، بطريقه صحيه يا نعم. بيقول لي يا شيف مغازي المخرج مركز معايا قوي، جلد الفرخه ده مش نشيله طالما احنا بنعمل اكل صحي؟ ما تصلي على الحبيب قلبك يطيب. وجود جلده الفرخه هنا او ان انا ما شلتهاش، انا بدي دسامه للفرخه شويه عشان يبقى لها طعم، ولما نيجي ناكل نرفعها، ايه المشكله؟ زي الفل. الفراخ اتبلت زي الفل اهيت بالشكل ده كده. بخليها في الثلاجه يا عم الشيف لمده ساعه زمن زي ما انت عايزه، ساعتين ثلاثه، تبليها قبل ما تروح على الشغل بالشكل ده كده. دي البابريكا لونها مش دم، خلي بالك احنا حاطين بابريكا وحاطين كركم. الفراخ ما فيهاش دم، الفراخ تغسلها كويس قوي وهي سليمه بملح خشن وعصير ليمون، قشر برتقان، ميه ساقعه من الحنفيه عادي، بلاش الميه السخنه، بلاش شغال السخان وانت بتغسلي اللحوم او فراخ. بقت الفراخ جاهزه هنا زي الفل. خليها في الثلاجه كده ساعه زمن، ساعتين ثلاثه طول الليل، ما فيش اي مشكله. نخش على اللي بعده. هنعمل مع بعض الفراخ دي عدلها شويه رز. ممكن نعمل رز بالشعريه، ممكن نعمل رز بسمتي عادي بالزعفران، ولكن انا حابب النهارده اعمل رز هيلسي، رز قيمته الغذائيه عاليه جدا. هعمل الرز بالبصل الاخضر، وبشاير البصل الاخضر معانا المقادير على الشاشه. بصل اخضر، رز مصري، ثوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا، حاجات بسيطه وسهله، ولكن الطبق الرز ده قيمته الغذائيه عاليه جدا، في كل العناصر الغذائيه. البصل الاخضر بيعمل على ذوبان الكوليسترول في الدم زيه زي الجنزبيل، كل الخضروات الدرنيات اللي هي البصل الاخضر، وعندك الثوم، وعندك الجنزبيل، الحاجات اللي جذورها في الارض بتسرح دي مهمه جدا ومفيده جدا، منها الجنزبيل، منها الثوم، منها البصل، سبحان الله، مفيده جدا، بتحرق الكوليسترول اللي موجود في الدم اللي هو بيسبب عرقلة الدم ان هو يمشي في الشرايين الدقيقة اللي في الجسم، فاحنا بندوبها
بواسطه بصل اخضر، بواسطه جنزبيل او توم او بصل عادي بتاعنا الاحمر. المقادير على الشاشه، نبدا نشتغل في الاكله بتاعتنا. معانا رز وبصل اخضر، معانا زيت زيتون بنحطه هنا كده زي الفل. استخدامنا هنا لا سمنه بلدي ولا زبده، معلقه زيت. تلاحظوا في يوم الاكل الدايت استخدامه كله زيت زيتون، ما بستخدمش لا سمنه ولا زبده. طب البصل الاخضر ده يا مغازي هيتحط على الرز ده بعد الرز ما يستوي ولا والرز لسه ني؟ نرجع للمدرسه بقى الاسيويه، اخواننا في الصين، اخواننا في اليابان بيعملوا الفرايد رايز بتاعهم بطريقه حلوه قوي بتعجبني، اللي هي بالصويا صوص وزيت السمسم. الرز يتسلق، وبعد ما يتسلق الرز المصري خلي بالكم يتجاب زيت السمسم والصويا صوص والبصل الاخضر والشبت، ويتحمر كله على النار. يتحط له فراخ، يتحط له لحمه، يتحط له جمبري، يسموه بالمسمى بتاعه، فرايد رايز بالجمبري، فرايد رايز بالدجاج، فرايد رايز باللحمه، وهكذا، فرايد رايز بالخضار، فرايد رايز بالبصل، وهكذا. هي دي مدرسه المطبخ الياباني او الصيني زي ما احنا عارفين. احنا هنتبعها هنا بطريقتنا البسيطه السهله بواسطه زيت الزيتون. انا حطيت هنا معلقتين من زيت الزيتون، بحط بصلايه ناعمه من البصل بتاعنا تدي طعم للزيت، وحمرها كويس. شويه الرز دول على فكره لو انت عملتهم بالطريقه اللي انا هشتغل بيها دي كده على السفره بتاعتك، هم الديك الرومي، هم الفخده الضاني بجد والله العظيم، من غير لا لحمه ولا اي حاجه. بس في حل على النار هنا، نبص عليها كده، الاخراج الجميل، فرسان التلفزيون المصري. حطيت السلسله بتاعت الفرخه، حطيت جوانح اهي ادتني شويه شوربه ما اقولكش، منكم واليكم. فاكرين السلسله؟ دي ادتني شويه شوربه بنستهزئ بيها على فكره. كل الفنادق الكبيره اللي بنسمع عنها، كل الاوبن بوفيه، كل المطاعم الكبيره، لما انت بتعملي اكل وتقولي مش زي المطاعم ولا زي الفنادق، السر هنا الستيم بيتحط دوبليه اللحم، دوبليه الفراخ، كل البصل الاخضر، كل الخضروات بتحط في الحله الكبيره دي او الستيم الكبير ده، يغلي لمده 5 دقايق، يطلع الجوسي، يطلع الشوربه الجميله الحلوه، بيستخدموها في كل الاكلات. عشان كده طعم الاكل في الفنادق والمطاعم الكبيره ما بتلاقوش زي البيت. انت تقدر تعملي الشغل ده وانت في البيت عندك. ادي البصلايه على النار اتحمرت زي الفل، والبصلايه بتتحمر بالشكل ده كده. بنزل بالفص التوم بتاعي، لسه البصل الاخضر ده مش وقته خالص. اخد الطعم بتاع التومه، انزل بالبهارات بتاعتي بقى اللي انا حبيبها، شويه بابريكا حلوين على البصلايه، شويه كركم حلوين يدي لون، سنه كمون اللهم صل على النبي على الريح، حلو، شويه فلفل حلوين، شويه حبهان حلوين، نقلب كل ده مع بعضه. الله، البصلايه هنا خدت شكل تاني وخدت طعم تاني وخدت لون تاني. انزل بالرز المصري بتاعنا حبيبي الملايين، اهو الصين ما تستغناش عنه ولا اليابان تستغنى عنه، فطار غدا عشاء السوشي. ايه ده يا شيف مغادة، انت عملت طبق رز من مفيش، ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ انا اعتمادي هنا على الله سبحانه وتعالى، ثم الحله اللي جنبي اللي على نار شديده بيغلي فيها سلسله الفرخه وجوانح الفرخه وبواقي الفرخه عشان تديني شويه شوربه حلوين. نمسك الرز ندلعه كده بالتوابل الحلوه، بالطعم التاني، بالفليفر والشكل الجميل. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لمطبخ سهل وبسيط ولكن صحي النهارده. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، الشيف بيشرب جنزبيل، يشرب حاجه سخنه بيعذبني عليها المخرج، ولكن شويه الرز في قلب الحله انا هنا مستمر في التقليب. اهم حاجه ان انا عايز الرز ده يشرب التوابل، يتغير لونه بالبصله والتومه، البهارات الحلوه، جاهز اهو زي الفل، مبسوط وفرحان ان جنب حله فيها الخير كله، فيها عود كرفس بلدي، فيها بصلايه، فيها فص توم، فيها سلسله الفرخه، فيها جوانح الفرخة، فيها عظم كان عندي في التلاجة، مصرتين حلوين جايبهم من الجزار معرفة. أخد الرز ده، أخد الشوربة دي يا عم الشيف، يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب، هو ده.
يا ويلي يا ويلي، زلزال يا عم الشيف. شويه رز بيتكلم مصري بس. خلاص استوى الرز. فين البصل الاخضر؟ لسه مش دلوقتي خالص. الرز ده بس يشرب ميته، يشرب شوربته، يشرب الطعم والفليفر ده. ناخد البصل ده نقطعه بقى ايه بالسكينه كده وننزل بيه على الرز. تسمح لغايه الرز مخرجنا؟ يلا نشوف الصوره الحلوه قبل ما نغطيها. اتقل على الرز لما يستوي. الفراخ بتاعتنا عايزين نشويها على النار، معانا جريلا شديده الحراره السخنه. بنحط معلقتين من زيت الزيتون اختياري اهو كده عشان الفراخ ما تلزقش بتاعتنا، ونأمن عليها. شفت هأمن ازاي بقى؟ شوف التركايه دي، شفت التركايه دي؟ هاخد البصل الاخضر ده كده، اللهم صل على النبي، واخد العروق بتاعته. ده المطبخ، واحط البصل الاخضر ده هنا كده. يا ويلي يا شيف، يا ويلي يا شيف، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الروقان ده؟ تاني كمان واحده. الله، واخد الفراخ بتاعتي انيمها كده. الله، لسه 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 الصوره الحلوه اهي. يلا واسيب الخلطه دي جنبي كده، واسيب الفراخ تستوي وانساها بقى. تلزق؟ عيب عليك يا راجل يا طيب، احنا بنهزر؟ خبره السنين فين؟ نسيبها تستوي على النار، وهي بتستوي انا شغال في حته تانيه خالص. اجهز البصل الاخضر ده كده عشان الرز بتاعي. فرمة دي تمسكي السكينه كده وتتحكمي فيها كويس، وعلى فكره لازم تكوني انت مسيطره على السكينه في ايدك. تفرمي بصل اخضر، بتفرمي بقدونس، بتفرمي كزبره خضراء بالشكل ده كده. قبضه ايدك للسكينه دي مهمه جدا على فكره. اخواننا اللي بيمسكوا السكينه كده غلط، انا بقول الكلام ده اهو على الشاشه. حبايبي مشاهدينا اللي بيمسكوا السكينه كده غلط كده اهي. مخرجنا الجميل حبيبي اهي، دي مهمه جدا على فكره. ليه يا شيف؟ مع الوقت، مع العمر، مع السنين، مع الايام، صباعك اللي محطوط على ظهر السكينه بيتألم، وبيحصل مشكله لمفصل الايد. خلي بالك، لان كده السكينه كلها محمله على الصباع اللي انت حطاه على ظهر السكينه. بتكرهي المطبخ بعد كده، وانا عايز احببك في المطبخ. بصل اخضر كده اهو. الفراخ بتستوي، ناسيها خالص، مش هيحصل لها حاجه. اخد الروس بتاعت البصل الاخضر اللي انا مقطعه من شويه. البصل الاخضر ده يا اخوانا افيت حاجه للجسم، انا عاشق له. انا ممكن افطر الصبح بصل اخضر مع طبق فول، اتن طول النهار في حاله نشطه قويه جدا. لا اكلت جمبري بقى ولا فوسفور ولا الجو اللي بنسمع عنه ده خالص. بصل اخضر مع طبق فول الصبح، حته جبنه قريش حلوه، اللهم صل على النبي، وطماطمايه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بص على الحلاوه، بص على الرز الحلو. مش هقلبه ولا اجي جنبه خالص. اخد البصل الاخضر ده كده. الشيف عامل حفله النهارده على البصل، فرحان والله العظيم، اقسم بالله. اول ما شفته في الشارع وشفت البصل الاخضر والجزر والكرومب واللفت بقيت مبسوط جدا. الشتا بيهل بالخير بتاعه. نقلب زي ما هو كده. تقولي بقى لحمه مفرومه، تقولي لي فراخ، امشي على المدرسه بتاعتي كده وادعي لي. شويه ميه سخنين كده او شويه شوربه، انا اسف، ونغطي الحله. سيبها. هياخد تقليبه بعدين، والبصل الاخضر ده هيتنه اخضر لغايه لما تسخن الرز تاني يوم. تاني، البصل الاخضر ده هيتنه اخضر في قلب الرز لغايه لما تسخن الرز تاني يوم. نروق الدنيا كده عشان مخرجنا بيحبها رايقه. والفراخ بتستوي بالشكل ده كده. هدخلها الفرن بعد ما اقلبها. وفراخ مشويه بطريقه جديده، مش كل يوم فحم. شفت المسام بتاعت الفراخ فتحت ازاي؟
فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي اهو. لازم الجريلا تكون سخنه عندك. الله، فراخ مشويه بطريقه صحيه. الله، حلو قوي زي ما هي كده يا عم الشيف. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى؟ اخد من الخلطه الحلوه دي كده فراخ مشويه بالزبادي على طريقه المغازي، واخدها ادخلها الفرن دلوقتي حالا. في درجة حرارة فرن عالية جدا. لسه ما خلصتش. زي الفل كده يا عم الشيف. أخبار الفرن إيه؟ اللهم صل على النبي، هو ده اللي أنا عايزه. شوف التركية اللي جاية دي بقى. أنا عايز بخار يطلع يساوي لي الفراخ دي، أو ما أعمل إيه؟ يلا صل على الحبيب، أجي كده في حرف الطاسة أو في حرف الجريلا اللي بشوي فيها أهو. بس خلاص. لازمتهم ايه دول يا شيف؟ دولت لهم دور كبير قوي على فكره. شفت اللي انتوا شايفينه ده؟ اهو ده بيطلع لي بخار من الجريلا بتاعتي او من الطاسه اللي انا بشوي فيها. البخار ده بيخش في الانسجه بتاعه الفراخ يفتتها يقوم تستوي بسرعه. اخدها زي ما هي كده. في درجه حراره الفرن 180، صلي على الحبيب. على الشبكه من فوق. حلو قوي. بص عليها كده. فراخ مشويه بالزبادي زي الفل، واخده اللون، واخده اللطافه. نقفل الفرن يا عم الشيف. بس خلاص الفراخ استوت. الرز على نار هاديه، نهد النار عليه. فكره عمل الفراخ اللي احنا عارفينها عينيا. بس انا عايزك تشوف الرز ده كده، شوف الحلاوه بتاعت الرز والبصل الاخضر وريحته الحلوه. ما سودش ليه؟ طبعا دي مدرسة. الله، طعم شوية الرز دول اللي هتلاقيه رز بالخلطة ولا رز بالكبد والقوانص ولا رز باللحمة ولا رز الديك الرومي. رز صحي من الدرجة الأولى. خلينا ناخد بعضينا ونعيش مع الروائح الجميلة وريحة الأرض الطيبة مصر في شوية بصل أخضر مش موجودين في أي مكان. وهناخد بعضينا ونرجع مع سلطة البطاطس بالكرفس مدرسة المغازي. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. كل اللي انا بعمله بروق المطبخ بتاعي، بجهز نفسي لطبق تالت. ولكن تحط في الاعتبار كل ما تروقي مطبخك من وقت للتاني بتقفي رايقه وفايقه. واهم حاجه تكوني رايقه وفايقه بالاكل بتاعك. المقادير على الشاشه: بطاطس، كرفس، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون، طماطم شيري لو عايزاها سبايسي، معانا فلفل حار. تاني: بطاطس وكرفس ومعانا توم وعصير ليمون وزيت زيتون، ولو عايزاها حار معانا فلفل حار. هي دي المقادير بالبساطة والسهولة، وهتعملي طبق سلطة البطاطس تاكلي صوابعك وراه. حلو قوي. طبعا أنا الرز بتاعي على النار، مخرجنا بيقول لي يا ريت نغرفه مع بعض عشان عينينا تتملى كده واحنا بنعمل السلطة. إيه الحلاوة دي يا شيف؟ بقى الفراخ في الفرن ما تقلقش عليها، انا مأمن. بصل اخضر تحت منها وزي الفل، وهي على الشبكه بتاعه الفرن. الله يا ويلي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى دلعني دلعني مع شويه رز مش مكلفين ثلاثة تعريفه، ولكن الطعم طعم عالمي. خبره طهويه لعمل رز بالبصل الاخضر. البصل خضاره بيتكلم مصر. وتفاصيله والله العظيم احلى من الرز باللحمه والرز بالكبد والقوانص اللي احنا بنقعد نجيعه ونشتغل فيه وقرف خالص. شفت البصل الاخضر؟ احنا بس ناكله مع الفول وخلاص. ليه بقى؟ اخواننا في الصين ما بيستغنوش عنه.
في الشارع في المطعم في اي مكان محطوط قدامهم كده ومتقطع جوليان وألا كارت، يتعامل مع فرايد رايز بالجمبري، فرايد رايز باللحمه بتاعتهم، فرايد رايز بالدجاج حسب الرغبه. تعالوا نعمل مع بعض السلطه الجميله الحلوه، سلطه البطاطس بالكرفس. مقاديرها على الشاشه. حاضر عينيا. اللهم صل على النبي. اخبار الفراخ ايه؟ يا ويلي ايه الحلاوه دي؟ هو ده. عايزين مقادير على الشاشه، حلو قوي. يلا معانا بطاطس زي الفل اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لاخواننا الساده المشاهدين اللي بيتابعوني دايما، الشيف المغازي من ساعه ما شفتوه على التلفزيون من سنين، اللهم صل على النبي، ما بكتبش بقى واحد كوب بصل، بصلتين، واحد كوب رز. انا عايزك في المطبخ تكوني ملكه. طب انا قلت لك كوبايه رز، رحت انت خدت كده بلطافه كوبايه رز كبيره، كوبايه العصير. هنجيب الكوبايه بقى ونشوفها. طب بصلايه، جبت بصلايه كبيره وانا قايل بصلتين. فالموضوع لما بقول بصل ورز، المقادير بنشوفها بتفاصيلها على الشاشه، والمطبخ دايما بيحب البساطه في انك انت ما تبقيش معقده او انك انت ملتزمه بحاجه معينه، خلي الموضوع بسيط، هتلاقي مطبخك في ايدك كده بسيط وسهل زي ما انا شغال. كرفس اهوت، ومعانا البطاطس، معانا البصلايه مفرومه ناعم، التوم، التوابل بتاعتك، معلقه هريسه حلوه، معانا طماطم شيري اذا موجود منها مفيش مشكله، فلفل حار، وده اختياري، ده برزنتيشن للطبق في الاخر عشان تشوفوا الصوره حلوه على الشاشه، ولكن الاكل من ايدك احلى بمليون مره. تعالوا نبدا نشتغل مع بعض. حلو قوي. معانا مين؟ طيب تمام زي الفل. هنبدا ان احنا نقطع البطاطس مع بعض. تعالي يا بطاطس. يا شيف، البطاطس دي متقشره ولا مسلوقه ولا ايه قصتها بالظبط؟ البطاطس دايما انا احب اسلقها بالقشره عشان احافظ على النشويات اللي موجوده فيها والكربوهيدرات. يعني انا ضد اللي يجيب البطاطس يقشرها وبعد ما يقشرها يسلقها، كده انت بتفقدي 50% من القيمه الغذائيه بتاعتها اذا كان نشويات او كربوهيدرات. ثانيا بتتهري منك. شفت البطاطس اهي، وعايزه تستفيدي بيها بعد ما تسلقيها حطيها في الثلاجه بالقشره بتاعتها، ما تقشرهاش مباشره. تبرد وبعدين قشريها. حلو قوي، كلها نشويات وكلها كربوهيدرات. يقول لك بقى ايه اخواننا بتوع الرجيم وبتوع الدايت، عايزه تخس ووزنك ينزل ما تاكليش بطاطس. ما احنا عارفين واخدين فكره عن البطاطس ان هي البطاطس اللي هي مؤذيه، اللي هي مقليه في الزيت. بالعكس، البطاطس دي مفيده جدا اهي، ما فيهاش اي مشكله خالص. سبحان الله، درنيات، بطاطس، كرومب، بطاطا، قرع عسلي، كوسه، كل دي الثمره دي لما بتطرح بتبقى موجوده على الارض، على وش الارض، والجذر بتاعها في الارض من جوه، فدي مفيده جدا اهي. النشويات بتاعتها بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. الكربوهيدرات بتاعتها بتلعب دور كبير في بناء الجسم، وخاصه عند الاطفال المراحل الاولى من العمر لغايه سن ال20. كل ابنك ما ياكل حاجه بيستفيد بيها، بعد ال20 اللي كان بيستفيد بيه مثلا في الاسبوع مثلا او في الشهر بيستفيد بيه على مر السنين. خلاص، اللي ذاكر ذاكر واللي نجح نجح. ناخد شويه البطاطس دول كده زي الفل. تعالى بقى يا شيف مغازي، غير اللون ده وغير الطعم ده ووريني شطاره مطبخك. عندي طاسة على النار شديده الحراره، معايا شويه طماطم شيري، باخدهم كده بحطهم هنا، واحط عليهم شويه زيت زيتون، قليل من زيت الزيتون. حلو قوي. واحط الطماطم في قلبيها. معانا فص توم محترم، دي مدرسه بقى، مدرسه. انت ممكن تعملي احسن مني مفيش مشكله. اعملي الاول اللي انا هقول لك عليه ده كده، وبعدين تعملي اللي انت حباه. زعتر، ده زعتر بري حلو قوي، استخدميه دايما في السلطات بتاعتك، يغير طعم التوم بدل النعناع. كرفس بلدي مفروم جاهز عندي. يا ويلي يا ويلي على السلطه دي يا شيخ.
لسه ما خلصتش. معلقه هريسه حلوه، دي طبخه من السلطه. طماطم شيري، كرفس افرنجي او بلدي، فص ثوم على البطاطس. الله، انا عارف انت بتحضر ليه وبتجهز ليه. العب يا سمك. حلو الكلام. هناخد كل ده بعد كده. حلو قوي، اللهم صل على النبي. التقليبه دي حلوه، خدنا طعم الزعتر، نشيله بقى من قلب الطاسه اهو، عشان دي طبق السلطه ما ينفعش ده في قلب السلطه. زي الفل. شويه الملح بتوعنا طبعا، لو سلق البطاطس في ملح كنترول على الملح هنا. شويه فلفل اسود ونقلب. عصير الليمون يا عم الشيف. السلطه دي تعجبك قوي على فكره اهو. ناخد الخليط ده يا عم الشيف زي ما هو كده. يلا، فرسان التلفزيون المصري. الله، سلطه لو لفيتي العالم كله مش هتلاقيها غير على شاشه القناه الاولى وبس. ده الطعم. زي الفل. اقلبها تقلبه حلوه. زيت الزيتون هنا مع عصير الليمون مع البطاطس. ايه ده يا شيف؟ صحيه؟ صحيه؟ فيها اي مواد دهنيه؟ ابدا، هي معلقه زيت زيتون فقط لا غير. نزلت فيها الطماطم الشير الصغيره، الفص الثوم الحلو، ما استنيتش على الثوم لما يمرر ويحمر بالشكل ده كده اهو، وقلبتها. تعالوا نغرفها مع بعض. ودايما انا بحكم على طبق السلطه من طريقه التقطيع، من طريقه الغرف، واقدر اقيم قيمه الحب ومدى الحب من اللي عامل الاكل. هل هو عامله بمزاج؟ هل هو عامله غصب عنه؟ هل هو عامله بحب؟ وهكذا. اهتمام؟ سيرفيس زي ده كده حلو. معانا خس لقيته كده عينيا اهو. الخس ده حلو قوي، اسمه هندي بقى. وكمان خصايه زي دي كده. دايما الخس ده بيحب يعيش في الميه، عشان كده بتلاقوه في المحلات حاطينه في الجزر بتاعه اهو. نغرف السلطه دي كده بسرعه. اللهم صل على النبي. والله يا شيف انت ابن حلال، ده طبق السلطه ده يغنينا عن اي حاجه خالص. مش كل يوم بطاطس ماليه بقى؟ لا، ونشتري طبق بطاطس من السوق، من المحلات اللي بتعمل فاست فود بقى، والبيتزا والفراخ ب 30 40 جنيه. ده انا اشتري 2 كيلو بطاطس زي الحلاوه واعملهم زي ما انا عايزه. تعالوا نطلع الفراخ من الفرن عشان وقتنا. اللهم صل. مكانه فين حبيب؟ زي ما تحب. هنا عينيا. الفراخ هنطلعها بسرعة. اللهم صل على النبي. الفراخ جاهزة، فراخ مشوية. خليها لها هنا. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك الطاسة سخنة. ايه الحلاوة دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. فراخ مشوية بالزبادي. الله، ألف أنا وشيفة ليه اللي ياكل. حلقتنا النهاردة بتفاصيلها، بالبساطة والسهولة، قدرنا نعمل أكل صحي قيمته الغذائية عالية جدا، بتناسب الصغير والكبير، بتفاصيل صغيرة وبقيمة مالية قليلة جدا. قدرنا نعمل طبق رز بالبصل الأخضر لطيف وجميل، عملنا فراخ مشوية زي ما حضراتكم شايفينها كده بالزبادي، عملنا سلطه حلوه لطيفه، قدمنا معاها خس هندباء، ممكن نقدم معاها جرجير بالشكل ده كده، بتناسب الصغير والكبير. ولكن الحرص، كل الحرص لما تعملي اكل تشوفي افراد اسرتك واعمارهم ايه، وتعملي الاكل ده يناسب اعمارهم، الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى الاكل الصحي مش مقصرين فيه. رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.
We'll be right back.